كده؟ ده حتة جون. لا يا حبيبي، ده سابع جون وانتو صفر. بصراحة حسونة حريف في الكورة جدا. مش في الكورة بس، وفي حاجات كتير كمان. أمال همام وفارس راحوا فين؟ أهم بيشربوا هناك. هاني كمان عطشت قوي قوي من كتر اللعب، تعالى نشرب. يلا بينا. هات القزاز اشرب يا همام. ما قلتش ليه؟ ده المايه خلصت. ما كنتش اعرف انك عطشان يا حسونه. واني كمان خلصت القزازه بتاعتي. ما فيش مشكله، في حنفيه قريبه من الملعب، تعالوا نملى الجزايز. طب يلا يلا، احسن اني عطشان قوي. المايه في الحنفيه دي بتكون متلجه. ايوه عارفها. يا خبر، دي الميه قطعه. يوه، على حظي يعني. طب يلا نلعب شويه على ما ترجع المايه تاني. هاني مش قادر العب واني عطشان. كفايه لعب، يلا نروح. واني هروح اشرب من البيت واكل كمان، ونتقابل اخر النهار نكمل لعب. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. المية قطعة من الصبح يا ولدي. لا، انتوا اكيد بتصوروا الكاميرا الخفية وبتشتغلوني. مش فاهمة ايه كاميرا خفية دي. بقول لك مفيش في البيت ولا نقطة مية، كلها شوية وتيجي. ولا حتى كوباية مية صغيرة اشربها. ولا نقطة خالص. معلش استحمل. يعني هفضل عطشان كده؟ يوه. طب خد الجيركن ده وملاه من الكولدير اللي في الناحية التانية. مع اني مش بحب اعمل مشاوير، بس ماشي، اصلي اني هموت من العطش. بيقولوا ان المية قاطعة في البلد كلها ومش هتيجي غير على بالليل. لا، داني سألت في شركة المية، قالوا لي دي ماسورة انكسرت وعاملة مشكلة كبيرة وممكن ما تجيهش غير بكرة. ايه ده بقى؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ فين المية يا جدعان؟ حسونا عطشان يا جدعان. الله الله، صابونة ومية، يبقى على طول لعب بالرغاوي. يا خبر يا حسونة، حد يعمل كده في المية؟ معقول؟ حتى جردل المية اللي بينفعنا لما المية تقطع لعبت فيه بالصابون يا حسونة؟ ادلو جيها واملي غيرها يا أمي. معقولة يا حسونة ببساطة كده؟ هو انت مش عارف قيمة المية يا ولدي؟ يا دي المية يا أمي، المية ما هي كتيرة خالص اهي، ودايما موجودة. أمي كان عندها حق، والأستاذ وبكار، أنا فعلا ما كنتش عارف قيمة المية، لكن مش مشكلة، شوية كده وترجع تاني، واني مش هبقى استخدم مية كتير زي الأول، أشرب وبس، وحبقى اقفل الحنفيه، او يعني هحاول اعمل كده. هحاول.